السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في هذه الدورة اللي ان شاء الله نشرحوا فيها جانجو وجانجو ريست فريم ورك. ان شاء الله نشوفوا كيفاش كنكرييو دي زابليكاسيون ويب باستعمال جانجو بالميثود تراديسيونيل، وكيفاش غادي نبقى نكرييو دي زابي اي باستعمال جانجو ريست فريم ورك باش نربطوا هذيك الاب بي اي مع دي فريم ورك ديال الفرونت اند، سواء ديال الويب ولا الموبيل ولا الديسكتوب. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نبقاو نتحكموا في الراوترز، غنشوفوا كيفاش كنتحكموا في المودلز، غنشوفوا كيفاش كنربطوا هذاك الفريم ورك ديالنا اللي هو جونجو جونجو ريست فريم ورك مع واحد الفريم وركس ديال الداتابيزز. غادي نشوفوا ان شاء الله شي 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 بروجي اللي غادي نخدموا فيه من لوثنتيفيكاسيون حتى البيمنت ميثود ديال نشوفوا مثلا شي ابليكاسيون ديال الاي كوميرس. خلينا نبدا ان شاء الله حتى نقراو الثيوري وان شاء الله ندوزو لي زابليكاسيون. المهم بالنسبه للاي بي اي، بالنسبه لي زابي اي اللي كيخدموا بجانجو ريست فريم ورك، راهم عندهم بزاف ديال المنافع. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش داك الاي بي اي غادي نبقاو نربطوه مثلا مع واحد مع ثلاثه ديال لي فريم ورك، نفس الاي بي اي، نفس الاي بي اي غيتربط مع ثلاثه ديال لي فريم ورك. مثلا في الويب مثلا غادي نشوفوا مثلا انجولار جي اس ولا الفيو جي اس ولا مثلا رياكت جي اس الى اخره. المهم شي فريم ورك ديال الفرونت اند ديال الويب. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غربطوا حتى مع مثلا رياكت ناتيف ولا الفلاتر بالنسبه للموبيل. وغادي نشوفوا ان شاء الله حتى هذاك الاي بي اي نفسه غادي نربطوه مع شي ابليكاسيون ديسكتوب. باستعمال بيتون ان شاء الله غادي نشوفوا ديسكتوب كيفاش غادي نبقاو نكريو ابليكاسيون ديسكتوب باستعمال بيتون، استعمال المكتبة ديال بي واي كيو تي 5. بي واي كيو تي 5 ولا بي واي كيو تي 6 ولا بي واي كيو تي 4، هادو تيبقاو احسن من تيكينتا بالنسبة لزابليكاسيون ديسكتوب. المهم هادشي اللي غنشوفو ان شاء الله. غادي نقدروا نشوفوا حتى كيفاش غادي نبقاو انتيغريو بالنسبه للناس اللي مهتمين بالاي اي وديتا ساينس، كيفاش غادي انتيغريو مثلا واحد الموديل اللي غادي نكونوا كنسيفيه وكنخدموا به في الباك اند، وهذاك الموديل مثلا داكشي اللي كيبريديكتي وداكشي اللي كيجينيريه كيحطوا لنا في واحد الاي بي اي، وهذاك الاي بي اي كناخذوا فيه داكشي اللي مثلا كناخذوا بالجيت، كناخذوا داكشي باش يبان عندنا في الفرونت اند، ولا احنا من الفرونت اند كنعطيو لك الاي بي اي بالبوست، وداك الاي بي اي تعطيه داك الموديل ديال الاي اي اتسيتيرا، وكيخرج لنا مثلا كيجينيري لنا واحد الحاجه ولا كيدير لنا واحد البريدكشن وكيعطيها للاي اي، وحنا عاوتاني كيعطيها الاي بي اي وداك الاي بي اي كيعطيها للويب وهي غاده. ان شاء الله كامل غادي نشوفوا دقه دقه، وغادي نشوفوا كيفاش غادي نربطوا هذاك مثلا سواء هذاك الفريم ورك ديال جونجو ولا جونجو ريس فريم ورك. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نربطوه مع الماي سيكوال، وكيفاش غادي نربطوه مع البوست جريس سيكوال ومع المونجو دي بي ومع المونجو دي بي ومع الفاير بيس. نشوفوا هادو ان شاء الله بربعه بهم، حتى البوست جريس سيكوال نشوفوا ان شاء الله هادو بربعه بهم، قلنا الفاير بيس. وان شاء الله غادي نمشيو ستيب باي ستيب. المهم حنا دابا خصنا نشرحوا بعدا شنو هو جونجو، ونشوفوا الاركيتكتور ديال هاد جونجو ومناش كيتكون وكيفاش غادي نبقى نبروغرامي واحد لابليكاسيون ديسكتوب ديالي. وهاد ديك الساعة ان شاء الله ندوزو لجونجو ريست فريم ورك وندوزو ديك الساعات لي زابليكاسيون الكبار ولا لي بروجي الكبار. المهم الحاجه اللي غادي نركزوا عليها من بعد ان شاء الله هي اننا كيفاش نربطوا هذيك لابليكاسيون ديالنا او ديك الاي بي اي ديالنا مع شي موديل ديال الاي اي ولا ديتا ساينس، ولا علاش لا حتى نربطوه مثلا مع شي حاجه شي ديفايس ديال ندخلوا ان شاء الله الاي او تي، ولا المهم ديك الساعه من بعد نشوفوا الانتيغراسيون، ولا نخدموا حتى ان شاء الله بيج داتا. البيج داتا نشوفوا مثلا شي فريم ورك بحال اباتش هادوب، ونشوفوا كيفاش غادي يربطوه مع جونجو حتى هو ندخلوا ان شاء الله في لي باز دوني، حتى هو ندخلوا في بروغرام اباتش هادوب، ونشوفوا كيفاش حيت اباتش هادوب في الايكو سيستيم ديالو كيتكون بزاف ديال الحوايج. شوفوا ان شاء الله الاتش دي اف اس ولا الاش بيز اباتش اش بيز كيفاش غادي نربطوه مع جونجو بيان سور بيتون، وكيفاش غادي نخرجوا هذاك يخرج لنا واحد الاوتبوت ونعطيوها لواحد الاي بي اي. سي بون غادي نشوفوا ان شاء الله هذا الشيء ستيب باي ستيب. المهم نشوفوا دابا السيت اب ديال هذيك ديفلوبمنت انفيرمنت اللي حنا غادي نبقاو مثلا خصنا نكريو بدا واحد الانفيرمنت اللي فيها غادي نبقاو نخدموا هذاك البروجي هذاك ديالنا. صافي قلنا كان قبل ما نكري هذيك الديفلوبمنت انفيرمنت، بعدا خصني انستالي هاد الفيرتوال انفيرمنت، من بعد كي خصني نكري واحد فيرتوال انفيرمنت كنكريوها بهذا الكوماند هذا بايثون ام في انفيرمنت، وكنكتبوا سميه ديال الانفيرمنت ديالنا.
من بعد خصنا ناكتيفيو هذيك الفيرتوال انفيرمنت، كنكريوها بهذا الكوماند هذا، كنكتبوا السميه ديال الانفيرمنت ديالنا سلاش سكريبت سلاش اكتيفيت. من بعد اللي عنده جانجو باقي ما انستاليش يدخل الكوماند بايب انستال جانجو. من بعد كنقدروا نفيريفيو الانستالاسيون ديال جانجو، جانجو ادمين فيرجن مثلا، نتيستيو جانجو عندنا واش مانستالي ولا لا. نطلب لنا الكوماند جانجو ادمين فيرسون. حنا خدامين بلا فيرسيون 5.0.5.0.4. المهم راه عندنا مانستالي جانجو، حتى نشوفو من بعد اللي مانستاليش عنده جانجو يقدر يدخل هاد الكوماند هذا. من بعد خصنا نكريو واحد البروجي، هاد البروجي كنكريوه بالكوماند جانجو ادمين ستارت بروجيكت، وكنكتبو السميه هنا ديال البروجي ديالنا. من بعد هذاك البروجي كيكون فيه بزاف ابليكاسيون وحده ولا بزاف ديال لي زابليكاسيون، كنكريهم بالكوماند بايثون مانج دوت بي واي ستارت اب، وكنكتبو السميه ديال الاب ديالنا. هاد المانج دوت بي واي حنا غنشوفوها من بعد، من بعد ما نشوفو الاركيتكتور ديال جانجو بروجيكت، الاركيتكتور ديالو غادي نتعرفو على هاد المانج دوت بي واي. المهم قبل ما نشوفو الاركيتكتور ديال جانجو بروجيكت، يمكن نحاولو نكريو واحد البروجي ديالنا باش نشوفو هاديك الاركيتكتور، وغاد نقراو ان شاء الله على هاد الاركيتكتور اون ديتاي. نشوفو مثلا غادي نكريو مثلا واحد البروجي ديالنا، غادي نشوفو مثلا نفتحو التيرمينال هنا ونشوفو جانجو ادمين، قلنا جانجو ادمين ستارت بروجيكت ستارت بروجيكت، ونديرو مثلا السميه ديال الاب ديالنا نسميوها تيست اب. دابا تكري عندنا واحد البروجي ديالنا اللي سميتو تيست اب. شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندخلو لهاديك التيست اب ديالنا، ندخلو لهاديك البروجي هذاك ونفتحوه في ال في اس كود. نديرو مثلا هكا، نفتحوه في ال في اس كود باش تبان لنا الاركتيكتور، وعاد نقراو عليها اون ديتاي. نشوفو مثلا البروجي ديالنا ها هو مناش كيتكون، كيتكون من واحد الفيشي هادي باقي لا كنكريو، كتخرج لنا هاد الاركتيكتور ديجا كتكون عندنا كريي. كتكون عندنا واحد الفيشي مانج دوت بي واي، كيكون عندي بزاف ديال لي فيشي، كيكون عندي واحد الدوسي اخر فيه السميه ديال السميه ديال البروجي ديالنا، وهداك الدوسي كيتكون بزاف ديال لي فيشي حنا نشوفو كل وحده فيهم. ولكن هنا باقا ما عندي حتى شي ابليكاسيون في البروجي ديالي، باقا ما كاين حتى شي اب، عاد كنكري انا هذوك لي زابليكاسيون ديالي. حنا نشوفو من بعد هذوك لي زابليكاسيون فاش كيصلاحو، وكيفاش نكري واحد لابليكاسيون وحده، وشنو لي زافونتاج ديال انني نكري بزاف ديال لي زابليكاسيون في داك البروجي. من بعد هادشي غادي نشوفوه. المهم نشوفو بعدا الاركيتكتور ديال البروجي ديالنا مناش كيتكون، وكيفاش هو كيكون ملي مع واحد الويب سيرفر، وكيفاش كيكون ملي مع واحد الباز دوني. المهم اول حاجه غادي نشوفو هادشي هذا مسيباري لواحد ثلاثه ديال البلايص. هذاك الويب سيرفر، هاد الويب سيرفر نورمالمون عندنا في جانجو حنا نشوفو الفيشي اللي مسؤول على هذاك الويب سيرفر، وهنا كيكون مثلا البارتي ديال الفرونت اند. هنا البارتي ديال الفرونت اند في البراوزر كتافيشي عندي هذاك، كيتافيشي دوك لي فيشي اتش تي ام ال ولي فيشي جيسون ولي فيشي اس اس اس، بيان سور غادي تافيشي هذاك الشيء ملي مع بعضه. وهنا كتكون عندي واحد الريكويست وواحد ريسبونس من هذاك الويب سيرفر. واخا هنا عندي البارتي ديال الباز دوني، هنا البارتي ديال الباز دوني قلنا كنخدموا بواحد الفريم ورك ديال لي باز دوني، سواء ماي سيكوال سواء بوست جري سيكوال سواء دي فريم ورك ديال نو سيكوال الا بغينا نخدموا بهم، غير هو في الليزون ديال جانجو. بالنسبه للي باز دوني هنا غادي نشوفوا كيفاش كنكريو ولا كنديروا واحد لا كونفيغوراسيون ديال هذاك السيت ويب ديالنا من واحد الفيشي سميتها سيتينغز دوت بي واي، وكنديروا لا كونفيغوراسيون باش كنليو هذاك الباك اند ديالنا وهذاك جانجو مع شي فريم ورك ديال 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 الداتابيز. بالنسبه لا كونفيغوراسيون جانجو كيتليا في هذيك الفيشي سيتينغز دوت بي واي غير مع الماي سيكوال ومع البوست جي سيكوال. هذيك هي اللي كتكون لا كونفيغوراسيون. ولكن بالنسبه لي فريم ورك الاخرين ديال نو سيكول بحال مونجو دي بي، فاير بيز، اباتش، هذوك اللي فيه اش دي اف اس واباتش اش بيز، كان كاينين دي ليبراري ولا مكتبات اللي كنانستاليوهم عندنا وكنخدموا بهم في الفيوز. حنا نشوفوا في الفيوز، حنا نشوفوا بعدا الاركيتكتور نتعرفوا عليها. اول حاجه قلنا كيكون عندنا هذاك السيرفر ديال الباز دوني كيتلي مع الموديل. هاد المودلز هادو كان كيكونوا على شكل دي كلاس، وهادوك الكلاس كنعطيها ديزاتريبي.
هذوك الاتريبيوتس ديال هذيك الكلاس كيكونوا هما هما الفيلدز ولا هما ديك الكولنز ديال ديك الباز دوني. غادي نعطيكم مثلا عندي واحد الباز دوني مثلا فيها اي دي وفيها مثلا يوزر نيم وفيها ايميل مثلا. غادي نجي انا في الموديل ديالي غادي نكري واحد الكلاس اللي يكون فيها اساس ديال لي زاتريبي، تيكون فيها الاي دي واليوزر نيم والايميل، وكل اتريبي كنعطيه انا هذيك الداتا تايب ديالو. مثلا هذا الاي دي هذا غيكون انتجر، هذا اليوزر نيم وهذا الايميل غادي يكون اس تي ار، فهمتيني، غادي يكون فارتشر. وديك الساعه هذاك الفارتشر كي ملي كان ملي كان حنشوفوا الميغريشنز، هذوك الميغريشنز كيفاش كنديروا ليهم باش هذيك اوتوماتيكمون كيف انا كنكري هذيك الكلاس، انا ما كنجيش ما كنقيسش في البارتي ديال الباز دوني، كنقيس غير في الموديل. وملي كندير ديك الميغريشنز كيديروا في هذاك السيرفر ديال الباز دوني وكيتكريو عندي هذوك لي كولون فهذيك لي طابلو، كتكون كل كلاس كتخاد على شكل طابلو. حنشوف هادشي ان شاء الله من بعد. هادوك الموديل حنا نشوف واحد الفيشي سميتها موديل دوت بي واي، هي اللي مسؤوله على هادشي هذا. هذيك كنقول بحال الوسيط بين هذاك الباز دوني بهذاك السيرفر ديال الباز دوني مع هذيك الفيشي ديال الفيوز، وهاد الفيوز هذه هنا فين تيكونوا تريتمون ديال هذوك لي دوني. كنقدر ندير لهم الجيت ياك، كنقدر مثلا ندير لهم الجيت وكندير لهم حتى تريتمون ولا حسب الهاد بروسيسين على حسب البروجي ديالي، وكيتصيفطوا الفرونت اند. هذيك الداتا كتصيفط الفرونت اند باش انا كنافيشيها في الفرونت اند، صافي. هاد يو ار الز هما المسؤولين على كل شيء، حيت اليو ار الز بهم انا كندخل وكنخدم واحد الفيو بالضبط. مثلا انا غادي نقول له الى دخل مثلا مثلا كيكون عندي الدومين دوت مثلا نفترض انها دوت كوم، تكون عندي واحد سلاش سلاش. من بعد مثلا افترض انني جيت ودرت مثلا ملي كنقول له تيست، ملي كنقول له ملي يدخل اليوزر لهذيك سلاش تيست، اوتوماتيكمون غادي تمشي وغتخدم لي واحد الفيو بالضبط. غتمشي لواحد الفيو مثلا نسميوها في ان، تمشي واحد الفيو بالضبط. هذيك الفيو شنو كتمشي كدير؟ كتمشي هي ديجا مليه مع واحد الموديل، كتاخذ منه ديك لي دوني ولا تشوف لا بروغراماسيون ديال ديك الفيو بالضبط، وكتجيب لي هذيك الداتا وكتدير لها واحد البروسيسين وكتصيفطها للفرونت اند، فهمتيني. يعني الحاجه منين جايه مثلا، هو انني اول حاجه انه اليوزر كيدخل بواحد الواحد يو ار ال واحد اللي سواء فيه نيشان غير سميتو الدومين نيم دوت كوم ياك، ولا فيه شي سلاش ياك. هادشي يعني جاي من هنا، هذه اول مرحله غادي يبدا، غيبدا من هنا من البراوزر كيصيفط واحد ريكويست. هذاك الريكويست كيمشي مع هذاك اليو ار ال بالضبط، وديك اليو ار ال كيعرف ان الفيو اللي غادي يخدم، كنبروغراميو على هذيك كل فيو على حساب اليو ار ال ديالها. وداك الفيو كنشوف واش هذيك الفيو نورمالمون غادي تجيب ليا واحد محتاج انني نجيب ليها واحد لي دوني. والفيو هذوك الفيوز اصلا تيكونوا مليين مع التمبليتس. هاد التمبليت شنو هما؟ هما هذوك لي فيشي اللي غادي يبانوا عندي في الفرونت اند، هما دو فيشي اتش تي ام ال، وعندي ستاتيك فايلز. هاد اللي هما ستاتيك فايلز اللي هما السي اس اس والجافا سكريبت وحتى لي زيماج، حتى لي زيماج اللي كيبانوا عندي في السيت ويب ديالي في لابليكاسيون ويب كيكونوا هنا في ستاتيك فايلز. حنا غنشوفهم هذوك ستاتيك فايلز. قلنا هذيك اليو ار ال كيمشي للفيو، كيمشي كيجيب لي هذوك لي دوني عن طريق المودلز. كيشاو عندي كيصيفط ريسبونس ديالو لهذاك البراوزر. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه بلي ديتاي، غادي نقراو شنو هما المودلز، نقراو شنو هما الفيوز يو ار الز، نشوفو التامبليت، نشوفو قلنا بزاف ديال الفريم وركس بالنسبه للباز دوني. غادي نشوفو ستاتيك فايلز كيفاش هادوك ستاتيك فايلز كيفاش انني غادي نحط فيهم مثلا لي فيشي ديال الجافا سكريبت والسي اس اس ودوك لي زيماج. غادي نشوفو بزاف ديال الحوايج ان شاء الله، نمشيو مهم ستيب باي ستيب. نشوفو دابا نتعرفو على الاركيتكتور ديالنا ديال البروجي. حنا فاش كريينا داك البروجي قلنا شنو تكريات عندنا. مثلا البروجي ديالنا سميتو تيست اب، كتكري عندي واحد فيشي سميتها فيها نفس السميه ديال هذاك البروجي هذاك ديالي، وفيها واحد الفيشي اخرى سميتها مانج دوت بي واي. حنشوفوا كل وحده من كل وحده الدور ديالها. مثلا مانج دوت بي واي هاد الكوماند هذا ولا هاد الفيشي هادي، انا ملي كنبغي نرانيها كنستعملها لبزاف ديال الحوايج، منها انني كنراني بها السيرفر ديالي، كنراني بها السيرفر ديال الباك اند ديال جانجو، وكنديروا الميك داتابيز ميغريشنز، كنكريو بها دي زاب هذوك لي زابليكاسيون،
وكان البيرفورمانس ديال الادر مانجمنت تاسكس. حنا نشوفو مثلا هنا غنكريو مثلا واحد السوبر يوزر مثلا، هل المانجمنت شي كامل داخل في المانجمنت. المهم حنا نشوفو كاع هاد الحوايج اللي كتقدر ديرهم هاد الفيشي هذا، غادي نشوفوهم من بعد. قلنا هذاك الماي بروجيكت اللي هو البروجيكت كامل، هذا هو الروت، الروت ولا هذاك الجذر، هذاك ديال هذاك هذاك ديال البروجي كامل، وهو فيه فيه هذاك المانجوز بي واي، وفيه واحد الفيشي واحد السو دوسي اللي هو ستار ديريكتوري، فيه نفس السميه ديال هذاك البروجي ديالنا، كيكون فيه نفس السميه ديال البروجي ديالنا. مثلا عندي ماي بروجيكت، راه غنلقى فيه ثاني ماي بروجيكت، واحد في واحد دوسي اخر. هذاك الدوسي فيه بزاف ديال لي فيشي، مثلا فيه الانيت، هذه واحد فيشي خاويه اللي حنا قلنا تو تريت ذيس ديريكتوري از ا باكيج، از ريكوايرد فور جانجو تو ريكوجنايز ذيس ديريكتوري از بار اوف ذا بروجيكت. عندي سيتينغز دوت بي واي، هذه مهمه هاد الفيشي هادي. غادي نشوفوا انني باش كنكري دي زابليكاسيون كنحطهم مثلا في السيتينغز. مثلا نشوفوها هنايا، نشوفوا مثلا السيتينغز هنا الانستالد ابس. مثلا انا كريت واحد لابليكاسيون، غادي نجي ونكتب سميتها هنا في هاد الانستالد ابس. هنا مثلا الهوست، غادي نشوفوا كيفاش انا ملي كنهوستي هذاك البروجي ديالي من بعد، غادي نبقى نعطيه هذوك الالولد هوست مثلا، او سواء لوكال هوست، ولا نعطيه واحد الادريس اي بي ديال واحد السيرفر غادي نديبلواي فيه البروجي ديالي الى اخره. هنا المايدل ويرز، غادي نشوفوا هنايا عندي هنا التامبليتس، هنا التامبليتس، هاد التامبليتس هما اللي مسؤولين على هذيك اللي فيشي ديال اللي فيشي اتش تي ام ال. هنا غادي نشوفوا هذا هو هاد الفيشي هذه من بعد غنشرحوها، اللي هي مسؤوله على السيرفر. وهنا عندي الباز دوني، هنا عندي الداتابيز، هنا عندي الداتابيز باغ ديفو كيكون عندي كيستعمل سكيو ال لايت. مثلا دابا انا لا جيت درت الميك ميغريشنز، ولا ديك الميغريشنز اللي حنشوفهم من بعد، هذوك الميغريشنز كي سيفي ولا هذوك المودلز اللي كيكونوا عندي كي كريهم في واحد على شي كريم واحد فيه شي ديال السيكوال، تيخدم سكيو لايت ولا سيكوال لايت 3. هادي باغ ديفو، هاد انا كنجي وكنقدر ندير له واحد الكونفيغوراسيون باش كنليه مع سميتو مع ماي سيكوال ولا بوست جري سيكوال. هنا كنليه غير مع سيكوال نو سيكوال. المهم اللي باقي ما عارف شنو الفرق بين سيكوال والنو سيكوال، راني شارحه في واحد الفيديو اخر، ولا يقلب يشارشي على شنو الفرق بين السيكوال والنو سيكوال باش يعرف شنو هما لي فريمورك اللي كيتستعملوا في كل وحده فيهم. المهم الشباب اللي داخلين معنا الفورماسيون ديال البايثون الجوريثمز داتابيز، راه كنشرح لهم هاد المسائل هادي. قلنا هنا في لي باز دوني كان هنا في سيتينغز دوت بي واي كما قلت لكم من قبل، ان هذه كنليها غير مع دوك ديال الفريمورك ديال السيكوال. بالنسبه للي فريمورك ديال نو سيكوال، كيكون عندي في ديك الفيشي ديال الفيوز، هذيك الفيشي ديال الفيوز فيها كان امبورتي مثلا واحد ليبراري ولا واحد واحد الليبراري اللي كتكون مسؤوله على هذيك مسؤوله على الليزون ديال بيتون مع داك الفريمورك ديال نو سيكوال. من بعد غادي نشوفوا مثلا هنا غادي نبقاو نشوفوا ستاتيك يو ار اس. مثلا هنا هذا الفولدر هذا غنبقاو نلقاو فيه غير هذوك اللي فيه شي ستاتيك، واللي هما سي اس وجافا سكريبت ولي زيماج ديالي. وغادي نشوفوا ان شاء الله بزاف ديال الحوايج. الحاجه الثانيه اللي عندنا، ولا الحاجه الثالثه اللي عندنا اليو ار الز. هذوك اليو ار الز هذا به كان ولا كندير لا كونفيغوراسيون ديال لي ليان. دابا حنا عندنا لي ليان ياك، لي ليان شنو هما؟ هاد هنا كنكونفيغوري لي سوليان. شنو نشرح لكم بعدا شنو هما هاد لي سوليان هادو ولا هذيك الساب لينكس. مثلا كيكون عندي الدومين نيم ديالي دوت كوم، مثلا نفترض انه هذا هو الدومين نيم ديالي دوت كوم مثلا، هذا هو باش غندخل للسيت ويب ديالي. وعندي سلاش هنا، من سلاش اللي كيجي من بعد سلاش، هنا كنكونفيغوري هنايا شنو غيجي. مثلا الا درت غير سلاش كندير له مثلا هي سلاش، ليش غديني بالضبط؟ حنا غنشوفوا هادشي من بعد. غديني هاد الا صيفط له مثلا غير سلاش، شنو غادي فين غادي يديني؟ وغيصيفط له واحد الفيو كيما قلنا قبل في الاركتيكتور، هذوك لي ليان كيكونوا مليين مع دوك الفيوز. غادي واش غدين لواحد الفيو بالضبط، ولا شنو غادي يدير؟ شنو هي لاكسيون اللي غيدير الا درت له مثلا غير سلاش؟ صافي، باش هذيك الفيو كتكون مليا مع ديك التامبليت ديالي اللي كيتافيشا عندي الفيشي ديال الاتش تي ام ال والجافا سكريبت و اتسيتيرا. مثلا دخلت له مثلا هنا واحد السوليان سميتو تيست، كنجي لهنا هاد اليو ار ال باترنز، وكنجي مثلا ندير له غير تيست. مثلا كنقول له
حيت انا كنكتب له غير شنو كيجي من بعد هذاك الدومين، شنو كيجي من بعد هذاك الدومين نيم دوك كيتسمى بالساب لينكس مثلا، غير سوليان. وكندير مثلا فاصله وكنشوف فين شنو لاكسيون ولا ان فيو غادي يديني ليها مثلا الا دخلت له تيست صافي، باش هكا كنكونفيغوري ولا كنتحكم في البروجي ديالي كامل. مثلا دخلت له تيست غادي يمشي لواحد الفيو سميتها مثلا في ان، وهذيك الفي ان كتكون ليا مثلا مع واحد الموديل كيجيب واحد الباز دوني، وكيجيب واحد لي دوني من ديك واحد الباز دوني عندنا، وغادي يجيب لنا وغادي تكون مليا مع واحد التامبليت من طبيعه الحال، غادي تجيب لنا مثلا واحد الفيشي مثلا اندكس الاندكس دوت اتش تي ام ال. وفي هذيك الاندكس دوت اتش تي ام ال كنخدم بالجافا سكريبت وكنخدم ستاتيك فايلز، غادي نشوفهم ان شاء الله من بعد. ستاتيك فايلز اللي هما سي اس اس وجافا سكريبت ولي زيماج، هادو هما لي ليان، هادو هما اليو ار الز، غادي نشوفهم ان شاء الله من بعد كل وحده بوحدها. هاد دبليو اس جي اي دوت بي واي هذه هي اللي مسؤوله على هذاك الويب سيرفر، هذاك الاباتش ويب سيرفر. هو هو راه الدبليو اس جي اي هي الويب سيرفر جيت واي انترفيس. المهم عندنا هنا دابا ندخلوا لاب الابليكاسيون ديالي من انا كنكريها، شنو اول حاجه بعدا نجي ندير نشوف لا كرياسيون ديال واحد لاب عندي هنايا. قلنا باش كنكريو اب شنو كنجيو كنديرو، كندخلو هاد الكومنت بايثون ماناج دوت بي واي ستارت اب، وكنكتب السمية ديال اللاب ديالي. نجي مثلا شنو غادي نجي ندير، اول حاجة غادي نكتب بايثون ماناج دوت بي واي. دابا غادي نبقاو نشوفو الاستعمالات ديال هاد الفيشي هادي ماناج دوت بي واي. قلنا ماناج دوت بي واي ستارت اب، ونكتب السمية ديال الاب ديالي مثلا نسميها اي ماي اب مثلا. واخا نبقاو نشوفو الاستعمالات ديال ماناج دوت بي واي، نشوفو كيفاش كنكريو بها دي سوبر يوزر، كيفاش كنديرو الميك ميغريشنز، كيفاش كنديرو كنكريو دي زابليكاسيون اتسيتيرا. حنا نشوفو هنا شنو تكريات عندي، تكريات عندي الماي اب، هاي الماي اب نشوف فيها بزاف ديال لي فيشي كيتحطو اوتوماتيكمون. هنا عندي الميغريشنز، هاد الميغريشنز هما دوك نشوفو الميغريشنز كيفاش كنديرهم بهذا الاستعمال ديال ماناج دوت بي واي. و كي كي كيكون ديك الميغريشنز كي عندي في الـ في الـ كن 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 كيكون عندي في الباز دوني، كيكونوا مليين مع الباز دوني اللي هما المسؤولين على هذاك واحد الهيستوريك ديال هذاك لا كرياسيون ولا اي حاجه موديفيتها عندي في ديك الباز دوني. يعني ملي كنهضروا على الباز دوني شنو كنهضر، كنهضر على الفيشي ديال المودلز اللي هما هادو. المودلز هنايا كتكون عندي بزاف ديال لي كلاس، تيكون هنا عندي بزاف ديال لي كلاس، كل كلاس كتكون على شكل طابلو في الباز دوني ديالي. انا ملي كندير هذيك الميك ميغريشن ولا هذيك الميغريشنز ولا الميك ميغريشنز، شنو 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 كيوقع، هادوك اي حاجه اي موديفيكاسيون درتها على هاد المودلز اللي عندي هنايا دوك لي كلاس، سواء حيت مثلا واحد الكولون ولا موديفيت في البيتا تايب ديالو ولا الى اخره، كيخصني ندير ميك ميغريشنز وخصني ندير ميغريشنز ميغريت، كندير ميغريت وميك ميغريشنز. حنشوفوا الاستعمالات ديالهم باش كن موديفي على هادوك لي طابلو ولي كولون اللي عندي في ديك الباز دوني. هنشوفوا هاد لي فيشي هادو كامل. مثلا هنا غادي نشوفوا غنشوفوا بعدا التعريف على كل فيشي. التعريف مثلا عندنا نشوفوا هنا في الانيت ماي اب، كاينه عندي واحد الانيت بحال قبيله، هذيك عندي واحد الفيشي اللي كتكون خاويه دات ماركس ذا ديريكتوري از ا بايثون باكيج. عندي الادمين، هذا الادمين هذا شنو كيكون عندي، كيكون فيه الكونفيغريشنز ديال الادمين ديالي، هذاك كيكونوا هذاك اليوزرز وكيكونوا دي سوبر يوزر، هذوك السوبر يوزرز هما لي زادمين. هاد الفيشي هادي كنجيري بها ولا كنكونفيغوري بها لي زادمين. وعندي الابس دوت بي واي، هاد الفيشي هادي فيها الابليكيشن سبيسيفيك سيتينغز. عندي المودلز دوت بي واي هادي اللي قلنا مسؤوله على هذيك المودلز اللي كيكونوا كل كلاس قلنا هي كتريبريزونتي ليا واحد الطابلو في الباز دوني. وعندي تيست دوت بي واي، هاد تيست دوت بي واي ذيس فايل كونتنت تيست تيست كيس فور يور اب، كنتيست بها الاب ديالي. وعندي الفيوز، الفيوز هادو شنو هما، قلنا كيف قلنا قبيله مسؤولين على كيكونوا مليين مع التامبليت ومليين مع داك المودلز. ديز فايل كونتنت فيو فانكشنز كيكون فيه بزاف ديال لي فونكسيون ولا لي كلاس، وكل كلاس ولا فونكسيون كتكون سميتها فيو ياك. غات هاندل اتش تي بي ريكويست اند ريتيرن اتش تي بي ريسبونسز، هو اللي مسؤول على دوك ريسبونسز ودوك ريكويست ديال اتش تي بي. يعني ملي كنهضروا هنا على هاد الريكويست ريسبونسز هو المسؤول على داك الفيو هذاك.
شنو قلنا؟ قلنا الفيوز ار ريسبونسيبل فور بروسيسينغ داتا اند ريندين تابليت، يعني هو ملي كناخذ هذوك لي دوني عندي من ديك الداتابيس ديالي كندير لهم واحد البروسيسين عاد كنهيئهم انا من افيشيون في الفرونت اند، ولا العكس ملي كناخذ داتا من الفرونت اند كندير لهم واحد البروسيسين وعاد كنستوكيهم في هذيك كنستوكيهم في الباز دوني ديالي، حيت هي راه كما كتشوفوا هاد الاسهم هادو كل وحده منين جايه. مثلا الا استقبلت انا واحد الريكويست بيان سور كيصيفطها هو على شكل على واحد الليان، وهذيك الريكويست كتهز مع واحد الداتا كتصيفطها لواحد الفيو، هذيك الفيو كنقدر ندير واحد البروسيسين عاد نستوكيها في هذيك الباز دوني ديالي. وكاين العكس انه في واحد الفيو كتجيب لي هذوك لي دوني من هذوك الباز من الباز دوني ديالي وكتصيفط لهذاك علاش ريسبونس كتصيفطها لهذاك البراوزر باش تافيشي ليا هذيك الداتا. صافي حنا نشوفوا هذا الشيء ان شاء الله في التطبيقات. هذا الميغريشنز، هذا قلنا هاد الديكتوري هذا ديال الميغريشنز فيه ميغريشنز فايل فور يور اب، كيكون فيه ابس داتابيز سكيما. هذيك السكيما قلنا هي ديك لي طابلو اللي تيكون عندي، ديك ليزون بين هذوك لي طابلو، يعني كنهضروا على الشيما كامله ديال الباز دوني ديالي انا، تيكون فيها لي فيشي بحال نقول لي ستوريك ديال كل ميغريشن درتها. Migrations are used to manage changes to your database schema over time. يعني أي في أي وقت درت هذيك الموديفيكاسيون ولا أي تشينج درتو في هذيك المودلز ديالي كنحتاج أنني ندير migrations ضروري. سي بون، غادي نشوفو ان شاء الله هاد الاديشنال بروجيكت كومبوننت. مثلا عندي ستاتيك، قلنا هادو تيكونوا في دوك لي فيشي سي اس اس جافا سكريبت والايميجز. غادي نشوفو ان شاء الله من بعد نتعرفوا على ستاتيك. هذا ستاتيك الفولدر شنو تيكون فيه بالضبط، كيفاش كنقدر نفرق مثلا بين هادوك لي فيشي وهادوك لي فيشي سي اس اس جافا سكريبت، وكيفاش كنخدم بهم في هادوك لي فيشي اتش تي ام ال، كيفاش كندير لهم ليزون. وعندي التامبليت، هاد التامبليت قلنا كنستوكيو فيهم دوك لي فيشي HTML ديالنا. وعندي الميديا، هاد الميديا هذا كنستوكي فيه هادوك الابلود الابلودد يوزر ابلودد فايلز. مثلا دوك لي فيشي اللي كيابلوديهم هاد عندنا واحد اليوزر، مثلا عندنا واحد الابليكاسيون اللي كتحتاج منا اننا نابلوديو واحد الفيشي مثلا واحد الدوكيمنت ولا تحت البيكترز الى اخره، البروفايل البيكترز. المهم نشوفوا ان شاء الله شنو كنقدر نابلودي. كنستوكيهم فين؟ كنستوكيوهم في هذيك الميديا. هادشي اللي كاين شباب في هاد السيونس غادي نشوفو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. غادي نشوفو المودلز، نتعرفو على المودلز كاملين، نشوفو كيفاش كنليهو مع واحد الفريم ورك ديال الباز دوني، وكيفاش كنكري واحد الطابلو غير من هذاك المودل، وكيفاش كندير دوك الميغريشنز، وكيفاش كندير هذاك مثلا كنكري واحد الطابلو وكنحط فيه الكولنز وكنحط ديتا تايب ديال كل كولن الى اخره. واخا، ومن بعد ان شاء الله غادي نتعرفوا على الفيوز اليو ار ال تمبليت، ومن بعد عاد نشوفوا. المهم انا بادي معكم من الزيرو باش يلا تكونوا مؤهلين دابا، من بعد غنكون تكريو واحد البروجي اللي يكون شويه افونسي. هادشي اللي كاين الشباب، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو اللي جاي.